خالد الغندور يعود لاستفزاز جماهير الأهلي من جديد من خلال تدوينة ليه على صفحته الرسمية على موقع تدوينات القصيرة تويتر. احنا متعودين من خالد الغندور على هذه السخافات، بس اللي مش متعودين منه مع بندق، او زي ما بيقولوا عليه يعني علاء صادق بيقول عليه فستق وحسام السويسي فستق، بس احنا مش متعودين على خالد الغندور انه يتكلم بحيادية او يتكلم يهدي الاجواء. متعودين دايما منه على استفزاز جماهير الاهلي، لكن يطلع يقول لك ادي شوفوا واحنا بنهدي واحنا مش عاوزين نتكلم احنا مش عاوزين نعمل، لكن اسلوبه وطريقته كلها مستفزه لجماهير النادي الاهلي بدون اي مناسبه وبدون اي داعي. ايه علاقه النادي الاهلي باللي بيحصل ده؟ حاجات انا مش قادر افهمها. علق خالد الغندور زي ما قلت لحضراتكم على صفحاته الرسميه على موقع التدوينات القصيره تويتر بعد ما عرفنا نتيجه القرعه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هيلاعب سان داونز. وانا قلت لحضراتكم ان سان داونز ما يقلقش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بطل، والبطل بيبحث دايما عن البطوله وما بيهموش هو هيلاعب مين. وللعلم نادي سان داونز فرقه كويسه، عاوز تتفرج على كوره، ارضيه ملعب كويسه عندهم في جنوب افريقيا، ملاعب جيده ولعيبه بتلعب كوره نظيفه. النادي الاهلي بيحب النوعيه دي من الفرق. واتكلم بقى خالد الغندور بعد القرعه وقال لك ايه، فاكرين جمهور الاهلي لما عمل هاشتاج افريقيا سان داونز؟ سبحان الله، يوم الاهلي يقع مع سان داونز. سان داونز ده يا كابتن خالد يخوف الناس التانيه، مش الابطال، الناس اللي بتخش سنه وتطلع سنه، الناس اللي بتخش سنه بطولات افريقيه وتقعد سنتين ثلاثه ما تشاركش. سان داونز ما خوفش النادي الاهلي، النادي الاهلي عينه على النهائي وعينه على البطوله، يلاعب اي حد ما تفرقش مع النادي الاهلي. ازاي هتوصل للنهائي وازاي ما انت لازم تلعب كل المستويات، لكن الفرق المنافسه للنادي الاهلي هي اللي تخاف من صن داونز. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ايه علاقه ده بالكلام لقيته وتويته غير انه استفزاز للنادي الاهلي؟ اتكلم عن النادي الاهلي ليه في القرعه. عندك نادي الزمالك، ما نادي الزمالك في الكونفدراليه وقع مع حسنيه غدير، فرقه كويسه لطيفه حلوه جميله كده وبتاع، تتكلم عنها، تتكلم عن النادي الاهلي ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، كلمت عن النادي الاهلي وقلت جماهير النادي الاهلي قالت عملت هاشتاج افريقيا سان داونز، ما جبتش ليه الفيديوهات وانت شفت الزملكاويه جماهير نادي الزمالك لما الاهلي كان بيلعب الترجي قال لك ترجي افريقيا يا ترجي، ترجي يا افريقيا. ايه يا كابتن خالد؟ يعني كان حلو لجماهير الزمالك وانت، انا عايز افهم، عينيك ما بتشوفش غير النادي الاهلي وكل ما هو اهلاوي، جماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، لكن الناحيه الثانيه الزملكاويه ما حدش بيتكلم عنهم خالص يعني، وتطلع تقول لي مش عاوزين نعمل، ويقول لك وتتكلم على الاطراف الثانيه كانها هي الفتنه اللي بتثير التعصب والفتنه. ايه علاقتك بالقصه؟ يا اما تقول خير يا تصمت يا تسكت. ما دي حاجه. الحاجه الثانيه، التغريده بتاعت خالد الغندور اثارت انتباه ولفتت انتباه احمد جلال اللي هو الناقد الرياضي اللي بيظهر ساعات مع هاني حتحوت برنامج الماتش على صدى البلد. وكان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده احمد جلال كان بيقدم برنامج اسم الكره في ملعبك على الاذاعه مع خالد الغندور ومع مهيب عبد الهادي. التغريده نفسها لفتت انتباه احمد جلال، واحمد جلال علق على تغريده خالد الغندور، كتب له قال له يا كابتن خالد وحشني اولا، ثانيا ممكن تقف مع نفسك وقفه شويه كده وتسأل نفسك لحظة قبل ما تكتب أي حاجة، إيه هدف التغريدة وممكن تفيد بإيه أو تضر في إيه؟ يعني حتى لفتت انتباه أحمد جلال صديقه وشايفه من قريب، قال له هدفها إيه؟ قبل ما تعلق اقف مع نفسك عشان ممكن تفكر شوية كده، ما تكتبش اللي أنت كتبته في كل حاجة، مش بس التغريدة دي. اتكلم بحيادية الناس تشيلك على دماغها وتتكلم معاك بأسلوب راقي، إنما أنت كده بتثير التعصب والفتنة. اتكلم بحيادية، أنت حر. لو اتكلمت بانصاف في ناس محترمه من جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك بتفهم، تفهم كوره وبتفهم في الاخلاق وبتفهم في الاسلوب، كلم الناس دي تحترمك وتقدرك، لكن انت واخد كله صف. ده انت راجل اعلامي بتظهر في التلفزيون، المفروض يعني امال لما انت تكتب تغريده زي كده امال تعمل للجماهير المتعصبه؟ يعني سبت ايه للجماهير المتعصبه؟ الجماهير المتعصبه تعمل ايه او تكتب ايه او تقول ايه؟ وكان قبل كده زي ما قلت لحضراتكم خالد الغندور كتب من يومين او نزل على صفحته على فيسبوك، نشر او شارك منشور بيتكلم عن مذيع النادي الاهلي تقريبا اسمه محمد سعيد، فجايب قال لك ايه في مذيعه تقريبا على قناه الدي ام بي سي قالت ايه، منشرين منشور كده، المذيعه مش متذكر اسمها، المذيعه فلانتي الفلانيه
لقنت مذيع النادي الاهلي الحيوان درس، وبعد كده راح حذف البوست اللي نشره على صفحته الرسميه واعتذر وقال لك انا اعتذر. تعتذر ليه يا كابتن خالد؟ قال لك اصل اللي نشر التدوينه او اللي نشر البوست الادمن بتاع الصفحه. طب مع احترامي لك، هو انت بتكتب على مزاجك واللي بتكتبه تلاقيه مش ملوش قبول فتقول الادمن يعني. وحتى لو هو الادمن، الادمن ده مش ينوب عن حضرتك اي خطأ للادمن، هو في صفحتي ده في صفحتك انت، اي خطأ للادمن المسؤول عن صفحتك فهو خطأ ليك ينسب ليك. فما ترجعش تقول لي اصل انا بعتذر والادمن ليه تثير، ونرجع نقول لك مش عارف ايه، والزمالك مظلوم والزمالك مضطهد وجماهير بتثير التعصب، ولما جماهير النادي الاهلي تتصرف بشكل برد فعل بناء على اللي انت بتعمله او بتثيره او غيرك من امثال حضرتك اللي بيصدروا استفزاز للجماهير، نرجع نقول تعصب وجماهير بتثير. هو ضد اي شتيمه وضد اي تلفظ بالفاظ سيئه زي ما حضراتكم اتعودتوا مني، لكن خالد غندور مش فاهم عاوز يوصل ليه. احمد جلال كمل وقال له ولو عملت كده هتتغير حاجات كتير للافضل على يدك، يعني لو بطلت التحيز او التعصب او 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 التغريده اللي انت كاتبها اللي ملهاش معنى واللي ممكن تتفهم باكتر من معنى، حاجات كتير هتتغير، انت اسم كبير وليك متابعينك، تحياتي يا بندق. ده كان كلام احمد جلال على خالد الغندور. خالد الغندور حتى بعد كلام احمد جلال رد عليه وقال له تحياتي لك يا صديقي، بس اتمنى انك تحدد ماذا كتبت. خالد الغندور رغم كلام احمد جلال برضه مصر انه اللي كتبه عادي شيء طبيعي ما فيش فيه اي خطا، يعني يقول لك حدد لي انا كتبت ايه، يعني ما استغرب انت اهلا يا صديقي انا كتبت ايه يعني يخليك تقول الكلام ده. خالد الغندور مش حاسس انه بيعمل حاجه، عادي ده الطبيعي بتاعه، هو شايف كده ان العادي بتاعه انه يتكلم بالطريقه دي. رد عليه تاني احمد جلال وقال له التدوينه التي نحن بصددها الان محور النقاش هل هي مفيده؟ بيسألوا ايه فايدتها؟ مفيده؟ هل هي مفيده؟ هل قدمت معلومه؟ حضرتك راجل اعلامي المفروض تفيد المشاهد، اضفت شيء؟ هل قدمت معلومه؟ هل اثرت نقاشا مثمرا؟ رميت موضوع وعايز تاخد استفتاء او اراء الناس حوالين الموضوع؟ هل ستعود بالنفع على الراي العام؟ ايه هتفيد الناس في حاجه؟ هل اوقفت خطا يتم ارتكابه؟ في مشكله حصلت التدوينه بتاعتك؟ المفروض انت راجل مؤثر، يعني انت راجل على السوشيال ميديا وانت راجل مشهور وانت وانت، المفروض يبقى كل كلامك بحساب. قال لك ايه؟ الاجابه التي ستقولها بنفسك، الاجابه التي ستقولها بنفسك واثق في قدرتك على كيل الامور بميزان الحكمه، قادره على ان تحسم لك كثيرا من المواقف، تحياتي. الحكمه بس مين بقى اللي عنده حكمه يا استاذ احمد يا جلال انت بقى. وبعدين برضو خالد الغندور اثاره مستمر في اثاره الجدل، علق وقال الزملكاوية عندهم المؤامرة الكونية والنهاردة هتتأكد، واحنا منتظرين الكابتن خالد الغندور ممكن يكون عنده جديد، هنشوف ايه الجديد بتاع الكابتن خالد اللي بيثبت المؤامرة ضد نادي الزمالك اللي هو اعلنها النهاردة على صفحته على موقع تدوينات القصيرة تويتر، وقال لك الزمالك عندهم المؤامرة الكونية والنهاردة هتتأكد، يبقى هيستضيف حد هيجي معاه، مين اللي هيكون معاه يثبتوا حاجات، يبقى في أدلة، يبقى في مستندات، يبقى في مش، منتظرين الكابتن خالد الغندور في انتظاره بشوق علشان نعرف ايه المؤامره وايه الادله على المؤامره اللي الزمالك بيتعرض لها ونرد عليه. اما بخصوص لجنه المسابقات واللي قالوا مرتضى منصور وطلبوا الحكام اجانب والهجوم على لجنه الحكام وعصام واتحاد الكوره وعصام عبد الفتاح وشوبير وغيره والكلام ده كله، سؤال هنا، اولا بوجه سؤال لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره هتعملوا ايه مع مرتضى منصور؟ الراجل المحترم محمد طويله بتاع نادي النجوم طلع واتكلم كلمتين عن الحكام عاقبتوه باقصى العقوبات يعني كان ناقص تجلدوه يعني. سيد عبد الحفيظ طلع زي ما قلت حضرتك وقال كلمتين برضه، وعصام عبد الفتاح طلع واتكلم هاجم سيد عبد الحفيظ النهارده. شوفوا رد عصام عبد الفتاح، اولا هو مش معترف ان في اخطاء للحكم محمد الحنفي في موقع في الجول، نشر تصريحات للحكم او رئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح، قال لك نفع عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكره قيامه بايقاف محمد الحنفي وسامي هلهل، ما توقفوش حكمي مباراة الزمالك والمقاولين العرب، وقال عبد الفتاح لي في الجول كل طرف يقيم الحكام وفق مصالحه ووجهة نظره فقط، مهمتي هي الدفاع عن التحكيم ومساندتي فيما مضى، أما الآن فهناك أدوار للجنتي المسابقات والانضباط تقوم بحماية أي شخص يتعرض لتجاوز من أطراف أخرى في منظومة كرة القدم. واتكلم عن التحكيم قال لك احنا بنرحب بالحكام الأجانب، أكد عصام عبد الفتاح ما عندوش مانع إن الزمالك يخوض مبارياته بحكام أجانب، ف
في نفس الوقت قال لك مش عاوزين نبقى صراع بين اي اطراف. طب امال مين هيبقى؟ انت تقصد ايه يا كابتن عصام؟ الزمالك او الاهلي؟ الاهلي وايه علاقته بايه؟ هو انت المسؤول وانت اللي بتلاقي عين الحكام والكلام ده كله؟ وقال لك بقى الكلام اللي بيقولوه او يعني يقصد مرتضى منصور اللي اتكلم وقال لك مش هيجرنا الحرب كلاميه او مش عارف ايه. امال رديت على سيد عبد الحفيظ ليه؟ هننتظر ونشوف اتحاد الكره هيعمل ايه مع مرتضى منصور، وهل مرتضى منصور هيتمسك بالحكام الاجانب ولا الدنيا هتروح فين؟ وفي انتظارك يا خالد الغندور، وهنشوف الادله الخاصه بيك واللي بتظهر الحرب الكونيه على نادي الزمالك والزمالكاويه. السلام عليكم ورحمه الله.